لو هنوزع الذهب هيبقى نصيب كل مواطن حوالي كيلو ذهب. كنوز كتير ظهرت عند جبل العوينات ولسه في مفاجآت كتير في الطريق. الأمطار والسيول كشفت عن أطنان من الذهب في جنوب مصر. يا ترى إيه حكاية الذهب ده؟ تعالوا نعرف التفاصيل في خمسة بالعربي. في وسط الصحراء وتحديداً عند جبل العوينات حصلت حاجة مش متوقعة تماماً. الأمطار بقت سيول، وده مش جديد بصراحة، لكن الغريب إن الأمطار دي استمرت لفترة طويلة وبغزارة، حاجة كده ما حصلتش من مئات السنين. طب إيه نتيجة اللي حصل ده؟ الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة طلع واتكلم عن اللي حصل، وقال إن في العصور المطيرة القادمة جبل العوينات كان حاجة شبيهة ببرج المياه في شمال إفريقيا، كان بينبع منه أنهار بتتجه لكل مكان وبيغذي بحيرة تشاد وخزان الحجر الرملي النوبي اللي موجود في صحراء مصر الغربية والسودان وتشاد وليبيا. والجبل ده مش مجرد صخرة كبيرة في وسط الصحراء، ده واحد من أكبر الخزانات الجوفية في العالم كله. الدكتور شراقي بيقول إن السيول مستمرة من أول أغسطس، وده مش طبيعي لأن قبل كده السيول كانت بتيجي وتخلص في ساعات، لكن إنها تستمر أسابيع بالشكل ده أمر جديد تماماً. الأمطار دي كمان امتدت ناحية الشمال لحدود حلايب وجبل العوينات، والمياه وصلت لأماكن ما شربتش مطر من زمان. لكن وسط الكلام عن الأمطار والسيول ظهر موضوع تاني شاغل الناس. تخيل معايا كده الأمطار الغزيرة وهي بتجرف في التربة في وادي العلاقي اللي بيبدأ من جنوب أسوان لحد هنا، كشفت عن كميات ضخمة من الذهب، والتقديرات الأولية بتقول إننا بنتكلم في 120 ألف طن ذهب، يعني لو وزعناهم على المصريين كلهم كل واحد فينا هيبقى عنده كيلو ذهب. أيوة كيلو كامل، والمعلومة دي لو صحت ممكن تغير شكل الاقتصاد المصري تماماً. طب إيه اللي بيحصل؟ الدكتور شراقي وضح إن التقلبات المناخية اللي بنشوفها دلوقتي مرتبطة بحاجات زي الدورة الشمسية وتأثير الظواهر الجوية زي النينو. الدورة الشمسية الحالية اللي بدأت من 2018 وهتستمر ل 2025 هي دورة نشطة جداً، وده بيأثر على الأمطار ودرجات الحرارة وحتى الفيضانات والجفاف. لو النمط ده استمر لمدة 30 سنة ممكن يكون عندنا تغير مناخي جديد ودائم، وده معناه إن مناطق زي جبل العوينات ووادي العلاقي ممكن تتحول من مجرد مناطق صحراوية لمناطق مليانة خيرات. اللي بيحصل دلوقتي ممكن يكون فرصة ذهبية لمصر، مش بس من ناحية المياه اللي بتروي الأرض أو بتغذي الخزانات الجوفية، لكن كمان من ناحية الكنز المدفون اللي اكتشفناه بسبب السيول. فكلنا عارفين إن استخراج الذهب عملية مش سهلة تماما وعايزة تخطيط واستثمارات، لكن لو الحكومة والشركات ركزوا على الموضوع ده مصر ممكن تتحول لمركز عالمي لاستخراج وتصدير الذهب. الأمطار السيول دي مش مجرد ظاهرة طبيعية عادية، دي ممكن تكون بداية لفصل جديد في تاريخ مصر، في إننا نستغل الفرصة دي بحكمة ونبدأ نشتغل على استخراج الكنوز المدفونة وتحقيق استفادة حقيقية منها. جبل العوينات بيثبت لينا إن الصحراء مش مجرد رمال وصخور، دي أرض مليانة أسرار وخيرات مستنيانا علشان نكتشفها.